ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاخير من شهر يونيو لعام 2020 لاصحاب برج الدلو. برج الدلو الاسبوع ده بالنسبة لنا هو اسبوع الامنيات، الخطط، النتيجة المترتبة على الفترة اللي فاتت بشكل قوي. هيكون عندنا انتصارات قوية او مختلفة في حاجات كتيرة في الامور الحياتية، حاجات كتيرة احنا رايدينها وهنكون ماشيين فيها او عندنا خطوات تنفيذية. زائد ان ممكن يكون عندنا موضوع مقلق، تعالوا نتكلم بشكل تفصيلي اكتر. برج الدلو هيكون عندنا من خلال الوضع المهني او الوضع العملي، هيكون في زي شهادة تقدير احنا حصلنا عليها او مركز او جائزة ابداعية، او ان هيكون في كان مؤتمر واحنا فزنا في المؤتمر ده بشكل ما، يعني ممكن يكون فزنا فيه من حيث الكلام، من حيث الطريقة، ان كتير عقب علينا، كنا متميزين في موضوع معين، حسينا بنفسنا شوية. الاسبوع الاخير او الاسبوع الرابع ده هيكون مختلف في ايه؟ في ان هيكون هو نتيجة للي فات او الفترة اللي فاتت، هيكون يعني ممكن شهادة التقدير دي تكون سبب في ترقيتنا، او ان يكون في شيء المميز اللي احنا مرينا بيه. واحنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده على فكرة، بس هيكون الاسبوع الرابع ده بقى هو النتيجة للكلام ده، يعني النتيجة ايجابية في الوضع المهني. زائد ان هيكون عندنا فرصة قوية لعمل في السابق، هيكون في رجوع، يعني في رجوع لعمل بنسبة قوية جدا 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 في الاسبوع الرابع. يعني ممكن تلاقي تليفون جاي لك ان انت نزلت معانا الشغل مرة تاني وهتنزل من اول الشهر، فده موجود بصورة قوية يا برج الدلو. الوضع المادي، الوضع المادي هيكون عندك مازال في شراء، مازال في مسؤولية، مازال في ان احنا بنصرف، يعني كتير بيصرف على موضوع معين، لان كمان كتير عايز استقرار، فيكاد يكون الفلوس اللي احنا بنصرفها في مجال ان احنا بنوضب شقة او ديكور او منظر معين، او ان احنا بنفتح مشروع، فبالتالي متطلب مبلغ مادي. كمان هيكون في حاجة مهمة عايز اتكلم فيها، ان هيكون في حدث مهم او حدث رائع جدا، حدث متميز، حدث هيلفت الانتباه كتير لبرج الدلو. يعني ممكن يكون عرض زواج او شخص مهم او ظهور شيء مهم او شخص مهم في حياة برج الدلو، او ان هيكون برج الدلو سعيد في موضوع معين، او ان احنا هنحصل على هدية او حاجة ابداعية، في شيء مهم وقوي وحدث رائع جدا لبرج الدلو هيلفت الانتباه. يعني اذا نخلي بالنا من حتة الاحقاد، ان هيكون في احقاد كتير الاسبوع الاخير، يمكن اسبوع رائع متميز، حاجات كتير حلوة قوي قوي، ولكن من ضمنهم بقى الحاجات الحلوة قوي اللي بتخرب اي اللي هي الاحقاد، يعني في عيون كتير. العيون دي على فكرة هتكون من اشخاص انتوا عارفينهم، هم ليهم معاكم سابقة، يعني انتوا عارفين ان هم عينهم صقر بتجيب الارض على طول، وان هم دايما يكونوا في تقويم عليكم، هم اشخاص معروفين، يعني مش هنكتشفهم، لا هم اشخاص معروفين. فنخلي بالنا قوي قوي ان احنا عندنا تميز وحدث مهم جدا 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 هيصيبنا بالاحقاد. عامة في شيء تاني هيكون مسبب لنا بعض الذعر او القلق، في خوف، ممكن يكون خوف صحي على صحة حد، او خوف على اولادنا جدا او بناتنا، وحاجة كمان ممكن تكون اللي هو بدون سبب، يعني شعور بدون سبب، يعني ممكن يكون مفيش مشكلة معينة حاصلة او في حدث حاصل يسبب القلق او الذعر ده، ولكن هيكون في قلق نابع من جوه برج الدلو وهو مش عارف ليه، تغيرات شوية نفسية ممكن يحسها برج الدلو. ولكن كمان في شيء تاني هيكون احساس شوية مش لطيف عند برج الدلو، وهو احساس الغيرة، احساس ان ممكن يكون في طرف تالت، احساس ان ممكن يكون في شك في موضوع معين، احساس مش لطيف شوية في الوضع العاطفي، هيكون عامل برضو ارتباك لبرج الدلو، هيخليك ان انت متوتر او ان انت ماشي تلف حوالين نفسك عشان عايز تتأكد من موضوع او تتأكدي من موضوع معين. خاصة انا عايزة احذر من حاجة مهمة، فكرة ان ممكن يكون حد بيوسوس ليك او بيوسوس ليكي، ان ممكن تكون انت بتتخان، بتتغدر، ان انت ممكن يكون في مشكلة كذا كذا كذا، الحاجات دي كلها مش عايزين نصدق. مدام الحاجة مش قدام عينينا يا برج الدلو، يبقى نخلي بالنا ان ودننا ما نسلمهاش لأي حد، ده شيء مهم جدا. تاني حاجة
ممكن يكون في افتعال الغيرة او اثارة الغيرة، او ان ممكن يكون، لان ده موجود جدا، هو في اثارة المشاكل ما بين اهل والشريك، فده ممكن يكون داعي للغيرة او الغدر او بعض المشاكل اللي تسبب توتر يحسها برج الدلو. فاذا ما تركزي مع اي حد الا مع الهدف بتاعك او مع الشريك اذا كان هو يستاهلك. برج كمان الدلو احنا اساسا عندنا انتصار عاطفي، يعني في اشخاص هم كانوا عايزين لبرج الدلو انه هو يقع، انه يفشل عاطفيا، انه يفشل في موضوعه، ان الموضوع ما يكملش. كتير قوي قوي كان عندك فرصة للزواج ويمكن اتأخرت او اتعطلت او ان حصل فيها بعض اللخبطة، وكتير شمت في الموضوع ده، كتير قال ياه لو تبص خالص. فده حاصل. برج الدلو في ميزة انك حاليا بتسعى وتخطط انك تستكمل موضوع عاطفي للناس اللي هي مأخرة شوية، او ممكن يكون بسبب الظروف اللي الدول العالم بتمر بيها، في كتير اتأخر فعلا في موضوع العاطفة يعني. فهيكون عندك لا حتة ان يلا نبادر، يلا نسرع، يلا نخلي بالنا من هنا، يلا. فهيكون بالفعل في سرعة في الموضوع وانجاز، فده هيخلي برضو الحاقدين يكون موجودين في عيون قوية وغيرة شديدة جدا. الغيرة دي تكاد تكون من امرأة، يعني رجل الدلو تخلي بالك جدا من امرأة، ومرأة الدلو تخلي بالك جدا برضو من امرأة. على فكرة هو برج الدلو المعظم ان اللي بيغير منه هي امرأة، يا امرأة رايداك يا امرأة صاحبتك غيرانة منك، فده موجود بصورة قوية، مش عايزين برضو نرغي بيه كتير. عامة برج الدلو كمان هيكون عندك في فكر جديد، فكر جديد، انت بتفكر في المستقبل جدا، ده اولا بتفكر كتير ان انت ازاي تنمي حياتك، ان انت ازاي تستقبل حياتك اللي جاية، ان انت ممكن تاخد كورسات معينة، ان انت ممكن تكون بتاخد مثلا كورس تنمية بشرية، حاجات كتير جدا من المواضيع دي. حتى كمان كتير من برج الدلو اللي ممكن تكون ما كانتش بتشتغل بتفكر كتير انها تشتغل، بتفكر كتير ان طب ما انا ممكن اعمل مشروع لنفسي، وبتفكري ازاي تحددي المشروع، ازاي اكسب، ازاي اعمل كل الحاجات دي موجودة، في خطط موجودة في دماغ برج الدلو كتير، زائد ان احنا بنفكر 24 ساعة في ال 24 ساعة، بنفكر كتير في امور مستقبلية، وبنفكر في مشاكل عائلية، وبنفكر كتير في ان احنا ازاي نتجنب المشاكل وازاي نخلي حياتنا فيها استقرار. برج الدلو اساسا كل اللي انت رايده في خلال الفترة الاخيرة ان انت تخلي حياتك هادية، عندك راحة بال، عندك نفسك راضية، اني انا احضر لمستقبلي بالظبط، كل ده اللي شاغل برج الدلو. برج الدلو اللي عندك هيكون برضو في حدث اللي هيحصل، في كتير هيكون عندك انتقالة منزلية او تحضير لانتقالة منزلية، يعني يا الانتقالة دي هتتم يا اما هيكون فيها تحضير، زائد ان هيكون في فرد جديد في العيله، في بيبي جديد في العيله، في شخص هيدخل في موضوع ممكن زواج يتم لينا او للمقربين، يعني احد الاخوات او الاصدقاء المقربين. لان كمان برج الدلو عندك من حيث الصداقه، الصداقات الزمان، صداقات اللي هي بتاعت قبل كده كلها بترجع، في صداقات بترجع، في صداقات بتبدا ان هي يلا نتواصل مع بعض تاني، عايزين نشوف بعض، انتوا نفسكم مشتاقين لبعض الاشخاص جدا يا برج الدلو، مشتاقين لاشخاص ممكن يكونوا مش صداقة بس ممكن يكونوا قرابة من بعد، بقالنا كتير ما شفناهمش، هيكون عندك اللي هو ايه ده انت شفتهم، ايه ده في راحة، زائد ان هيكون عندك تجمع، برج الدلو هيكون عندك تجمع، والتجمع ده مهم جدا، ممكن تكون مناسبة عائلية او تجمع ايا كان السبب ايه، فهيكون في تجمع، التجمع ده هيكون مهم جدا. وطبعا من خلال التجمعات اقول تحذير مهم، يعني التجمعات ما ينفعش خالص في الوقت ده عشان كورونا، فخليها تجمعات تليفونية، ممكن نبقى نعمل تواصل اجتماعي، حاجات زي دي. برج الدلو، فده بالنسبة للوضع بشكل عام لبرج الدلو، سواء وضع عاطفي او اتكلمنا على الوضع المهني. ولكن بصورة عامة انا عايزة ان الكل يتفائل، في اخبار بالفعل مهمة، وفي فرص، مش فرص وبس، في انبهارات، في حاجة شيء مبهر، والشيء المبهر ده معظمه كتير مستنيه،
كتير منكم مستني موضوع مهم، شيء مهم هيكون بالفعل حصل لكم لدرجة ان هيحصل انبهار في الاسبوع الاخير، ايوة مع الاسبوع الاول او بدايات ايام من شهر يوليو. اتفقلوا كتير، خليكم واثقين في ربنا جدا جدا. برج الدلو اساسا انتم مرحين ومنطلقين، وده شيء جيد جدا. ابتعدوا عن الغيرة لان ده هيكون موجود عندكم، فلازم ان احنا نحرص شوية. برج الدلو بشكركم جدا وبعتذر على التطويل، ما تنسوش اللايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.